السلام عليكم أحبتي، أتمنى أن تكونوا بأحسن حال. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح أو تقديم برنامج أو جدول أهداف شهر ماي، وهو الشهر الأخير بالنسبة للبرنامج الذي قمنا ببدئه من ابتداء من شهر أكتوبر. أسأل الله أن أكون قد وفقت وإياكم في تقديم برنامج نافع لأطفالنا. بسم الله. بالنسبة للأنشطة الحركية سوف نبقى في نفس الموضوع أو نفس الهدف، وهو التنقل في الفضاء بوضعيات مختلفة، المشي، القفز والجري. القصة والأغنية، بالنسبة للأغنية سوف يقوم الطفل بحفظ أنشودة عن الأرقام. القصة مجموعة من القصص المختارة من طرف الأم. بالنسبة للقرآن الكريم سوف يقوم الطفل بحفظ سورة الماعون. الأنشطة الرياضية المنطقية، سوف نحافظ على الأشكال التي قمنا بتناولها في الأشهر السابقة، وهي الدائرة والمربع والمثلث. اكتشاف الألوان، اللون الأحمر، أصفر، برتقالي، أزرق وأخضر. الأحجام، المقارنة بين الأحجام كبير، صغير، متوسط، طويل وقصير. التصنيف حسب الأشكال والألوان بعنصرين، ثم العلاقات باستعمال السهم، واكتشاف المفاهيم الفضائية أمام وراء من خلال أنشطة تطبيقية في إطار التعليم باللعب والتعليم المرن. المفاهيم الكمية من 1 إلى 5، كنا قد تطرقنا في السابق إلى المفاهيم الكمية من 1 إلى 3، سوف نضيف إليها المفاهيم الكمية للرقم 4 و5، ونقوم بمراجعة المفاهيم الكمية السابقة. التناظر بصورة سهلة، سوف نقوم في بدء الأمر بتقديم التناظر للطفل من خلال بعض المجسمات، ثم باستعمال الصور. الأنشطة الإيقاظية العلمية، أيام الأسبوع من خلال مجموعة من الأنشطة المبتكرة والمسلية، كذلك مفهوم الأسرة وأفرادها. الأنشطة الخطية، المزج بين الخط والنقطة من خلال أنشطة تساعد على التركيز في إطار تعزيز المكتسبات السابقة في النقطة والخط. وفي الختام، شكرا والسلام عليكم.